إلى مثواه الأخير بورززات شيع جثمان محمد أيت سعيد الجندي المغربي الذي لقي حتفه أثناء أداء مهامه ضمن البعثة الأممية المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في دولة إفريقيا الوسطى المعروفة اختصارا بمينوسكا. في أجواء مهيبة ووري الثرى شهيد مهمة حفظ السلام الأممي، وبأصوات كسرها الحزن والأسى عبرت أسرة الفقيد عن صدمتها لوفاته، مسجلة في الوقت ذاته اعتزازها بالدور النبيل الذي اطلع به ابنها في إعلاء قيم السلام. ورث الله فينا، ما عمر خسر لينا الخاطر، دايما ديك الشيء اللي كان بغي كيحضرها لينا، داك الشيء اللي كنقول ليه راه دغيا كيجيبها لينا، ما عمر خصت لينا شي حاجه، ما عمر خصت لينا الخاطر، ما عمر خصت لينا شي حاجه. الحمد لله، الله يرحمه مسكين، الله يرحمه، الله يرحمه. خونا محمد أيت سعيد مات شهيد الوطن، دائما تيلبي نداء الوطن، و 30 عام هو في الخدمه، وكان نعم الاخ، كان كل شيء بالنسبه لينا، كان الأخ الكبير وكان صديق وكان الأب وكان كل شيء بالنسبة لنا. وتنطلبوا ليه المغرب، تنطلبوا الله يغفر ليه ويرحمه ويجعله من النبيين وصديقين وحسبنا أولئك رفيقا. لقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى. وبهذه المناسبة الأليمة تم تلاوة برقية التعزية التي بعثها الملك محمد السادس إلى أسرة الفقيد، والتي عبر فيها عن أحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيد الصغيرة ولأسرة القوات المسلحة الملكية. وكانت وحدة من تجريدة القوات المسلحة الملكية ضمن بعثة مينوسكا قد تعرضت في يوليوز الماضي لهجومين مختلفين، بينما كانت في مهمة حراسة شاحنات السهريات تزود ساكنة ضاحية بنغاسو بالماء في إطار العمل الإنساني، مما خلف 3 قتلى في صفوف الجنود المغاربة ضمنهم الرقيب الأول محمد أيت سعيد.